صباح الخير لكل مشاهدي قناة تانية. يوم جمعة جميل إن شاء الله على كل المصريين. النهاردة يوم حلو جدا الصبح، الجو حتى بيشجع إن الواحد ينزل في الشارع كده وحتى يتمشى في الشارع، والجمعة شوارع فاضية ورايقة، وأنا جاي كده قلت يا ريت الواحد يركن كده ويقعد يتمشى على النيل، لأن فعلا يوم جميل إن شاء الله لينا كلنا. حاتم صباح الخير يا حاتم. صباح النور يا ياسر، صباح النور مشاهدينا الكرام. فعلا يوم جميل، في حته شموسه جميله كده ولسعه برد، مش برد، لسعه هواء حلوه، هواء حلو فريش كده جميله، تخلي الواحد يصحصح كده يقول الله اليوم جميل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. زي ما انت بتقول كان في عايز تنزل تمشي، انت شوفش العجل والناس اللي كانت ماشيه، العجل كان لسه دلوقتي مجموعه ما قلش عن 50 واحد بالعجل، حاجات جميله، نشاط. يوم الجمعه دايما الصبح بيبقى فيه انشطه كده رياضيه، نتعشى منها تبقى عاده على طول موجوده معانا على طول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. النهارده في موضوع مهم جدا ان شاء الله هنتابعه كلنا، في مؤتمر صحفي عالمي هيقام الساعه 1 الظهر ان شاء الله في مطار القاهره، وده بخصوص استعاده مصر لحوالي 127 قطعه اثريه من الولايات المتحده من امريكا، بعد عمليه حتى سموها عمليه لعنه الفراعنه، عمليه تحقيقات عشان يقدروا يجيبوا القطع دي اللي اتهربت بطريقه غير مشروعه لامريكا. المشكله ياسر ان احنا يعني يمكن الفتره اللي فاتت كان حصل كتير قوي ان اتهربت اثار بره مصر. دي حاجتنا، دي بتاعتنا احنا المصريين، ما ينفعش انها تبقى بره. جهود فظيعه للدوله بتعملها عشان خاطر تستعيد الحاجات دي، لكن انا ليا عتاب بسيط، هو مش بسيط، هو عتاب بصراحه. بيصعب عليا قوي ياسر لما بمشي في اي حته فيها حاجات اثار لينا والاقي قمامه على الارض. بيصعب عليا قوي لما الاقي ناس مكتوب فرشة عليها او مكتوب عليها مش عارف مين عمل ايه ومين اكل ايه ومحمد اللي مش عارف ايه سبع البرومبا عم في ايه يا عم، دي اثار، دي حاجات جدك وجدي وحاجاتنا بتاعت مصر، مش بتاعت فلان الفلاني يروح يكتب عليها حاجات ولا بتاع. بصعب عليا قوي لما الاقي حد فارش قاعده كده قدام اثر معين، مثلا في شارع كله مليان اثار وحاجات حلوه. شارع المعز ما شاء الله دلوقتي رجع تاني، بس قبل كده فاكر ايام بعد الثوره كان حصل له ايه، كان كل الناس قاعده فيه وكله فارش على الارض. دلوقتي الحمد لله عايزين نرجع بقى الحاجات دي تاني وننظف ونوضب. في القاهره في اثار كتير جدا، القاهره الاسلاميه والاثار القبطيه في اماكن كتير وفي شوارع ومدقات، دي لازم يتم الحفاظ عليها، لان هي حتت مش شوارع رئيسيه يعني مش باينه، فممكن يتم اهمالها وناس وسرقات، ممكن تحصل سرقات في الاماكن دي، ففعلا لازم نحافظ عليها. العالم كله بيجي لك اخر الدنيا عشان يشوفها، وبيعتبر ان هي دي ملك العالم مش ملكنا احنا بس، لان ده تاريخ البشريه. وطبعا الفراعنه طبعا احنا شفنا المعجزات اللي عملوها العلميه والبنى وكل حاجه دي، لازم نحافظ عليها عشان اجيالنا كلها تبقى عندها وعي بتاريخ بلدها. حلو قوي، هاخد منك الكلمه دي واقول حاجه. احنا دلوقتي بنشتغل على الكلام ده احنا ككبار، طب احنا عايزين نرسخ الكلام ده في دماغ ولادنا، نعمل ايه؟ نعلمه ان انا لما يبقى عندي النهارده رحله رايح مثلا القلعه، اخد معايا القصب والجزر والحاجات بتاعت الرحلات والرق، ونهبل ونهرج ونضحك ونعمل كل حاجه في الدنيا وننبسط، لكن لما يجي الجايد اللي معايا او المدرس اللي معايا يشرح لي اوقف كل الكلام ده واحاول ان انا اسمع واعرف القلعه دي اتبنت امتى ومين اللي عملها وموجوده هنا ليه وتاريخها ايه ومين، كل البيانات دي. عارف يا ياسر لما تيجي تذاكر الحاجات دي في كتاب عادي وتحفظها وتيجي تمتحن حدك بعديها بشهر واحد هقول لك مين عمل الحاجه الفلانيه تقول ها مين، انما لما تروح المكان ده وتسمع ويبقى في حاجه حصلت وانت قاعد بتسمع الشرح او كده عمرها ما هتروح من دماغك، هتبقى حافظها طول عمرك مش هتروح. والمناهج لازم برضو تبقى ممتعه للطلاب عشان يحبوا تاريخهم، ما يبقاش احنا بس واخدين اسامي بنحفظها ولازم نسمعها في الامتحان او نكتبها في الامتحان بنحس ان هي تقيله على قلبنا عشان كلها اسامي صعبه بقى التاريخيه وفراعنه وكده، ولكن لو اتعملت باسلوب شيق حواديت وقصص تتحكي وهي فعلا قصص جميله ممتعه هتخلي الولاد يحبوها اكتر ويحسوا بقيمتها، لما يروحوا يزوروا الاماكن دي يحسوا بقيمتها، وبالتالي الاجيال كلها تنقل لبعض اهميه الاثار دي. عارف يا ياسر السفنجة الصفراء اللي الناس كلها كل الأطفال قاعدين قدامها الكرتون بتاعهم الشهير، الغرب بيدوروا على أي حاجة يعملوا منها موضوع حاجة كبيرة. أنت عندك المواضيع وعندك الأبطال بتوعك وعندك على مر التاريخ كله ممكن تختار مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين تعمل عنه فيلم أو فيلم تسجيلي أو فيلم كرتون وتدي من خلاله عادات وتقاليد المصريين الجميله وتعرف الناس بيهم اكتر. عايزين نشتغل شويه على الحاجات دي، عندنا ابطال كتير جدا، احنا 90 مليون منا كام بطل؟ عد بقى، مش هنقعد يعني
ولا ايه؟ فده دور المجتمع كله، الاعلام والحكومه والناس والمجتمع والمجتمع المدني، انه يركز على النجاح في كل مجالات، سواء في تاريخنا سواء في دلوقتي، عشان دايما يبقى عندنا قدوه نقدر نقتدي بيها ونبقى نحاول نبقى زيها، وده بيخلق مجتمع ايجابي ومجتمع ناجح ان شاء الله في كل المجالات على فكره، ممكن في السياسه، في الرياضه، في الفن، في التاريخ، في كل حاجه في الدنيا. احنا يعني ما شاء الله ربنا حبانا بحاجات كتير قوي في مصر، وحبانا كمان بالموارد البشريه او بالبني ادمين اللي يعني بس ياخدوا فرصه بس يتفرجوا هيعملوا ايه. مهم انه النهارده هيبقى المؤتمر الصحفي، ودي حاجه ايجابيه انه قدرنا نستعيد يعني بعض من القطع المصريه اللي موجوده في امريكا. امريكا بتقول ان عندها حوالي 7000 قطعه، ولكن مش مصريه بس، من دول كتير تم تهريبها لامريكا. واضح ان ده سوق كبير جدا بالمليارات، سوق التهريب للقطع الاثريه، وان مصر تقدر تستعيد بعض منها، ده كويس جدا، وان شاء الله نسمع عن اكتر الفتره الجايه. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع مع فقرات برنامجنا النهارده اللي بتتمحور حوالين النيل. تمام كده، النهارده هنتكلم عن النيل في اكتر من فقره في برنامجنا، هنعرف ان شاء الله بعد الفاصل.